خيبات بالحياه الكنسيه؟ هلا لما بفكر بالماضي والحماس اللي كنا فيه بالستينات والسبعينات، انه هدفنا باحياء كنيسه انطاكيا سيتحقق، كنا مقتنعين انه هالحياه اللي كنا نرجوها لكنيستنا أن تكون موجودة ومهتمة بالرعاية الحقيقية كانت رح تتم، وكان هالشعور مربوط بوصول أعضاء حركيين إلى رئاسة الكهنوت. بتذكر مثلا في الفترة اللي كانت نرسم فيها إغناطيوس هزيم وجورج خضر وغيرهم من الآباء هالأعضاء المسؤولين بالحركة، كانت أنطاكية كلها تجتمع في الشام وكانت تشوف الشباب فرحين. أما خيبة الأمل هي عظيمة جدا وموازية للفرحة. لم شفنا وقتها، كنت أمين عام وقت ما دخلوا كل هالشباب إلى رئاسة الكهنوت، وقت ما سلمني المطران جورج، وقت ما صار مطران الأمين العام بعده، لم شفنا أنه مع وجودهم بالمجمع لم يتغير كثيرا. تغير شيء أكيد، بس لم يتغير كثيرا. مثلا بعطي مثل، كان المطران جورج أول من يثور على التيجان، على بعطي مثل بسيط، وقال له بأول أسقفيته ما كان يلبس تيج، ونحن نعتبر أنه هيدا خطوة جديدة، ولكن مع الوقت وضغط الشعب، ضغط الشعب واستياء الشعب لأنه ما عم يلبس تيج اضطر أن يلبس تيج، معناتها في صعوبات ما كنا متصورينها، ما كنا متصورينها، واعترضت طريق. مثل تاني، بأول دخولهم بسنة 73، أول سنين صدر نظام الكنيسة الأنطاكية وأنظمة المجالس، وهاللي بتقول أنه العلمانيين يعاونون الكهنة في الرعاية وفي مجالس الرعية ومجلس الأبراشية المجلس الملي، وضرورة أن يكون مؤتمر أبراشية كل سنة. من 73 أوكي ل 93 قلنا أنه ما تطبق شيء، وبررنا أنه الحرب اللبنانية ما سمحت. في مرة عم بسأل أحد المطارني، ما رح أذكر اسمه، أنه ليش ما بتطبقوا المجالس؟ ليش ما بتعملوا الخطوة نحو الانفتاح على العلمانيين؟ قال لي بدك جيب ناس يناقشوني بقراراتي. اوكي، بسنة 93 سقط حجة الحرب اللبنانية لأنه عدل المجمع المقدس هالنظام هال 73 وجعل أنه العلمانيين
عملياً وكلاء وقف، يعني ما بيساهموا برعاية مثل ما كان، وما عاد ولا أبرشية عملت مجلس ملي، ربما وحدة أو اثنين بسوريا، وأغلب الأبرشيات ما عملت مؤتمرات للأبرشية، وأصبح التباعد بين الإكليروس والعلمانيين أكثر ما كان بالأول، لأنه صار تباعد. هل بيأكد هالتباعد نشوء الجمعيات والمؤسسات اللي تدعي أنها هي أرثوذكسية، لقاء الأرثوذكسي وما إليه، هل بيحكوا باسم الكنيسة؟ هل مفروض يكون المطران ومع مجلسه الملي الوحيد اللي بيحكي باسم الكنيسة؟ هيدا من الخيبات الأمل الكبرى. نسمع بيقولوا أن الحركة بطلت مثل قبل وأن الحركة بعدت عن مسارها، أنت شو نظرتك للموضوع؟ شو السبب ذلك بيقولوا؟ وهل مظبوط أنه بطلت مثل قبل؟ مين بيقول؟ أول شيء ما كل شيء بينقال مظبوط. هلأ في أشياء بالحركة تغيرت، ولكن بعتبر لما بشوف الشباب الحاليين أنه نعمة الروح بعدها موجودة، وشو الله عطيهم هالشباب لحتى يجوا بهالأعداد لو لم يجرح قلبهم الروح. إذن الأساس موجود بالحركة. هلأ في مظاهر أو نشاطات كنا نقوم فيها بالأول ما عادت على الطريقة اللي كنا نقوم فيها. يعني رح ألحظ 3-4 أشياء. أول شيء الاهتمام بالكنيسة والوعي أنه مسؤولية الحركة هي في إيصال النهضة إلى المؤسسة في الكنيسة. بعتقد هالشيء خف. تاني شغلة، بعتقد الاجتماعات الحركية عم بتركز في بعض الأحيان وفي بعض الأماكن أكثر على المدرسة منها إلى الحياة. يعني الهم الفرقة الحركية أن يعيشوا سوا، أن يختبروا المحبة الأخوية، يعني بالبحث سوا، بالعيش سوا، بالنشاط سوا، بالاشتراك بالقداس الإلهي سوا. أعضاء الفرقة الواحدة هن مفروض عليهم أن يكونوا يمثلوا الكنيسة الأولى، يعني حياة الطريقة اللي عاشوا فيها الرسل و تلاميذهم المباشرين. كنا في بعض الفرق نخلي كرسي فاضي، كنا مقتنعين انه هيدي الكرسي الفاضيه هي صوره رمز للمسيح الموجود معنا. اوكي، اذا كان فيها الشعور أن كل من نجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي سأكون معهم وأعلمهم المحبة. ما هيك؟ هيدي الفرقة الحركية. مش بدنا نبحث ولا نعمل فحص بكالوريا. يعني إذا كان ما حسينا حالنا أعضاء
كليين في هالكنيسة شو بدنا نعرف عن تاريخها؟ شو بهمنا نعرف عن مجامعها؟ كله منيح، بس أول شيء بدنا نعرف كيف نشوف وجه المسيح في وجوه الإخوة. هيدي أساس الفرقة. الفرقة أنا بشوف أن أنا بسعى أن يكون المسيح فيها وأعرف أنه فيك وأسعى إلى ملاقاته فيك وفي الأخوة هاللي مننطلق أنا وياك إلى تبشيرهم.